قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ف... إحدى بنتي على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمم عشرا ومن عندك وما أريد أن وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي بينما الرجلين قضيض فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل